صباحنا لليوم ومتابعينا بفقرتنا الأخيرة. أكيد لياء، اضطراب التوحد اللي عم بيزيد بمعدل 4 مرات عند الذكور وعند الإناث، وتفاوتت تفسيراته وطرق علاجه باعتباره أحد أكثر الاضطرابات شيوعا وانتشارا وتعقيدا، على الرغم بأنه ما كتير في حدا يتنبأ بمستقبل أطفال الإعاقة النمائية الغامضة. هناك العديد من المراكز العلاجية لمرض التوحد بدمشق. لا، شو بتقدم هالمراكز للطفل؟ مدى فعاليتها؟ اكيد هالموضوع رح نحكي عنه بالتفصيل مع الاخصائيه النفسيه ميسم حصريه. اهلا وسهلا فيكي، اهلا وسهلا عام وانتم فيكم بخير. وانتم بألف خير. اهلا صباح وسهلا، الخير. اهلا وسهلا فيكي ميسم. بالبدايه خلينا نحكي عن المراكز يلي موجوده في دمشق المختصه بمرض التوحد. هل هي مجهزه بالكوادر ومجهزه بكامل الطاقم لاستقبال جميع أنواع مرض التوحد؟ هلا خلينا نقول نحن الى حد ما من وقت اللي صار عنا بكلية التربية في عنا قسم اسمه التربية الخاصة، صارت هاي الكوادر موجودة، ولكن هل هي مدربة؟ يعني قد ما قلنا انه نحن هل هي التجهيزات كاملة بالنسبة على طول؟ كل مركز في له خصوصيته، في له نظرة معينة، كيف ممكن انا اجهز لهذا الطفل حسب طبعا الخطة الإدارية اللي بتكون ماشية فيه. هلا نحن بنقول كبيئة مناسبة لطفل التوحد لازم ما يكون فيها مشتتات، على طول بقول لازم ما يكون في عنا هي الديكورات. اصلا انا بحس بمكان او باخر هذا المجال هو مو بحاجة الديكورات، يعني هو لحاله هذا الروح اللي بتكون موجودة عند هذا هي اللي ممكن الكادر، تحبب الطفل. نوع العطاء اللي نحن ممكن نشتغل فيه هو أحلى ديكور ممكن موجود بالمركز. ولكن نحن بنقول كبيئة لازم ما يكون في عنا مشتتات، لازم تكون قدر الإمكان هاي القاعة مجهزة بإضاءة تكون مخفية، ما تكون ظاهرة حتى ما تلفت نظر الطفل. ما بصير يكون في عنا مراوح، ما بصير يكون في عنا ألوان، ما بصير يكون في عنا ألعاب. لازم حتى المدربة كمدربة يكون في إلها ستايل خاص فيها، ما يكون شعرها مفرود، ما يكون وجهها ملفت للنظر، ما يكون في عندها إكسسوارات ألوان ستريس مثلا على اليونيفورم اللي لابسته هي، ولكن إلى أي وألوان حد. عديدة، يعني لازم اللون الأبيض والرمادي تمام، هو مثلا اللون وهيك. الأفضل إنه ما يكون لون تدريبي، يعني الألوان التدريبية هي الألوان الأساسية اللي هي أحمر، أخضر، أصفر، أزرق. لازم نكون بعيدين شوي عن هاي الألوان، ناخد اللون البني، الموف، ممكن يكون الألوان الغامقة، لأنه اللي طفل ما التوحد بتلفت نظر. بفضل نوعا ما اللون الغامق عن اللون الفاتح. ولكن إلى أي حد نحن ملتزمين بهذا الشيء بالمراكز، فأنا يعني ما بعرف إذا ما من حقي يقيم، ولكن كمراكز علاج هلأ كان عم نحن ك تاخذ المظاهر تبع البرستيج المركز اكثر تماما من ما عم المضمون بتكون كتير مقيدة بي بي بالبيئة بالتعليمات. التعليمية أو البيئة المناسبة لطفل التوحد. طبعا أنا برجع بقول ما عم بجمل، ولكن عم أقول شفت إنه في في بيئة بعض ممكن الحالات تكون. الشاذة تمام، دائما ما بيخلو الأمر. ميسم، خلينا نحكي عن الأعمار اللي ممكن تستقبلوها كمراكز للأطفال اللي عم بيعانوا طبعا من هذا المرض، وخلينا نحكي أيضا عن المراكز اللي أنتو بدمشق والقامشلي مثل ما حكيت لنا تحت الهواء، شو عم تقدم للأطفال؟ هلا تمام، نحن في عنا مركز ملائكة الجنة شو بدمشق بجرمانة. طبعا نحن نستقبل الأطفال من عمر السنة إلى اللام، يعني ما عنا عمر معين. طول ما أنا قادرة إني أقدم شيء لهذا الطفل، سواء كان طفل صار عمر مراهقة، شباب، ممكن حتى إني أنا أقدم له شيء من الدعم النفسي، من الدعم المهني، ممكن إني أعلمه شيء، ممكن إني أدمجه اجتماعيا. طول ما أنا قادرة أشتغل مع 1% فأنا بستقبله. في عنا حالات بال15، في عنا حالات بال17، في عنا حالات علاجية ما قدرنا ندمجها فما قدرنا نستغني عنها، ما قدرنا ندمجها لأنه هي وصلتنا متأخرة، ما قدرنا ندمجها بسبب حالة معينة ممكن تكون متلازمة معينة عندها، فنحن ما استغنينا عنها.
أو بمركز القامشلي اللي هو مركز بيسان. أيضا في عنا أعمار ممكن تكون بين السنة أيضا 16-17 سنة عنا، سواء كان من حالات نقص الاكتساب أو صعوبات التعلم أو حتى التوحد. كتير ضروري وعطول بناشد زملائي بكل المراكز، بقول لهم إنه هذا الطفل هو بحاجتنا، ونحن بشيء متبادل نحن أيضا بحاجته، لأنه لما نحن بنوصل لمرحلة إنه بنحس إنه هذا الشخص صار جزء مننا، جزء من المجتمع، نقدر نحن اصلا نكتسب منه ونتعلم منه كثير شغلات لقدام. نعم. ميسم خلينا نحكي، هل في اطفال مصابين بمرض التوحد اجوا على مراكزكم؟ هن من مراكز ثانيه زادت حالتهم سوءا لحتى يعني زادت حالتهم بمراكز ثانيه، وشو الاسباب وانتم عالجتوها؟ في هيك بمكان حالات؟ ما ايه طبعا بمكان ما عطول بنذكر انه احيانا دمج هدول الاطفال مع اطفال اعاقه ذهنيه او اطفال اعاقه او اطفال ذوي احتياجات خاصه، خلينا نقولها بالمعنى الافضل، ممكن ياثر عليهم وممكن ياثر على الاطفال الاخرين. فانا بقول انه نحن نحاول انه نفصل الحالات عن بعض، هي الحل الافضل والحل الصح اللي لازم نحن نشتغل عليه. يعني احنا مثلا بمراكزنا سواء كان مركز ملائكة الجنة او مركز بيسان، عطول بنحاول نقول انه كل قاعة وكل دوام في لها حالات خاصة فيها. يعني انا مثلا اذا اجيت اليوم حطيت اطفال متلازم الداون مع اطفال مثلا شلل دماغي، انا قديش بكون عم بأذي الاثنين، يعني قديش ممكن يكون صح. التأثير سلبي على الاثنين. او بصفوف الدمج احيانا نلام انه طب انتوا عم تحطوا اطفال طبيعيين مع اطفال توحد، بقول لهم لا لحظة خلينا نكون شوي في عنا تريث، نحن مو مع اطفال توحد، نحن مع اطفال دمج. ضروري هدول الاطفال يتقبلوا بعضهم، ولكن بتهيئ بيئة اجتماعية صح. عطول لازم يكون في عنا شادو مع هدول الاطفال، يشرحوا لهم نحن لوين رايحين، نحن شو لازم نتصرف، كيف ممكن عطول يعني نحافظ انه ما يصير في عنا تاتش بين ردات الفعل بين الاطفال الطبيعيين واطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. الدمج جدا ضروري، ولكن الدمج جدا لازم يكون مدروس، لازم يكون محطوط بخطه منظمه منتظمه عم تمشي ببروتوكول معين. هلا اذا ما كان منظم على اي السلبي بيكون اكثر على الأطفال العاديين أو على أطفال اللي معهم مرض توحد؟ هلأ بآخر دراسة عملتها جمعية آشا فينا نقول للبحوث، قالت إنه بيكون تأثيره على الأطفال أطفال التوحد أو أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أكبر، لأنه أطفال التوحد عندهم قدرة عالية على التعميم، سواء كان بالمواقف الاجتماعية أو كان بالأجواء العاطفية اللي ممكن يعيشوها أو حتى بالمراحل الأكاديمية اللي ممكن يوصلوها. فردة الفعل بيكونوا هن معممينها، يعني بيوصلوا لمرحلة إنه كل ما بيشوفوا شيء مشابه خلص نرجع هي الخطوة لورا. ولكن نحن ما بنستنكر انه بيكون في عنا ردة فعل على الاطفال الطبيعيين، ولكن مو بالنسبة نفسها، يعني حسب الدراسات بنرجع بنقول نحن على طول بنتابع الدراسات الاحدث، حسب الدراسات لا بتكون الى ردة فعل نفسية اكثر على اطفال التوحد. طيب خلينا نحكي شوية ميسم ايضا عن نجاح نسب النجاح ايضا بعلاج طفل التوحد بالمراكز، هل عم تشوفوا حالات عم تم دمجها؟ هل حالات عم تتحسن؟ يعني دائما بيكون خوف عند الاهل انه بنحطه بمركز ليتحسن ليرجع لنا شوي عم يتفاعل معنا، فهل في حالات هيك؟ هلأ نحن كتير صار في عنا حالات دمج، يعني خلال آخر سنة سنة 2017-2018 بمركز ملائكة الجنة تم دمج ثلاث أطفال أو أربع أطفال. طبعا نحن ما بنقول إن نحن دمجناهم بمعنى إنه خلص فوتناهم على المدرسة ونحن ما عاد أبدا تابعناهم، لا، أحيانا عم بيكون في عنا بصفوف المتابعة الدراسية اللي بعد الظهر عطول عم نتابعهم لوين هن وصلوا أكاديميا، شو نقاط الضعف، وين في عنا أماكن نحنا كنا لازم
نشتغل عليها أكثر. يعني إحنا صارت عنا حالات دمج، ولكن فينا نقول بأول سنة ما بتكون حالات دمج كاملة، يعني بمعنى أنه استغنينا عن الطفل بشكل كامل. أيضا بمركز بيسام بالقامشلي كمان 2017-2018 شهد 4 حالات دمج. طبعا في منهم اندمجوا بشكل كامل بالروضة، وخلينا نقول بشكل أو بآخر استغنوا عن خدماتنا، مش الحال يعني نعم. ما عاد كتير احتاجونا، وهو المطلوب. نعم وهو المطلوب أكيد. أكيد. ولكن عطول بقول لهم أنا بحلم، يعني أنا يوم من الأيام بتخيل حالي بصير هيك ختيارة وعلى العكازة، شوف ولد أقول يا الله أنا وين شايفته يكون هيك دكتور أو مثلا بروفيسور أو مهندس، إنه إنه ولو بصورة، يعني إن شاء الله ما بتعرفوا هذا الشعور قديش نحن بيعطينا. حتى لما أنا بشوف أحيانا أنا راجعة مثلا من المركز بشوف طفل كان عنا بالمركز حاطط شنتاي على ظهره، صار مثل أخوه مثل أخته مثل ابن عمه مثل ابن خالته، يروح عن مدرسة يلف سندويشته يفوت لعند، يعني هذا الشعور اللي نحن ما بنقدر أبدا نتحكم فيه، بيضل هيك عنا هيك. الله بيحقق لك حلمك ميسام، وتشوفيهم لكل الولاد ان شاء الله يا رب المركز. اكيد رجعوا هيك طبيعيين ومندمجين بالمجتمع، واكيد عم بيعملوا كثير شيء مهم لمستقبلهم. شكرا لوجودك معنا لكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وشكرا كثير لكم. يعطيكم العافيه. اكيد لكل الكوادر يلي موجودين بمراكزكم ما بدمشق او بالقامشلي، شكرا كثير لك.